انا بس عايز اطمن الناس او عايز اقول لكم حاجه يا جماعه نتعلمها. في ناس لما بتسمع بعض التخصصات يا دكتور، لما بنقول مثلا جراحه العظام، جراحه المخ والاعصاب، فبيتخوفوا من الذهاب الى الطبيب، ليقول لك ايه ده جراحه، ده هو ما عندوش تفاهم، ده هيخش على طول على الجراحه. لكن زي ما سمعنا دلوقتي يا جماعه انه الاساتذه الكبار المتمكنين من تخصصاتهم بيبداوا بحاجه اسمها العلاج التحفظي او الخطوات الاولى، اذا ما جابتش نتيجه بيكون في اليات اخرى، يعني انما ما بنخشش زي ما بنقول كده خبط لزق على الجراحه. انا بس حبيت اطمن الناس عشان ننفي المعتقد بس الشائع. ادي حضرتك حته احصائيه. ايوه. المفروض انه اللي داخل يكشف عند جراح العظام، ايوه، التقليدي ان واحد من كل 10 او كل 20 حسب التخصص وحسب المكان يحتاجوا عملية، يعني واحد من كل 10 أو من كل 20. 20 يعني 5 أو 10% فقط من المرضى في عموم شكواهم هي اللي تحتاج تدخل جراحي. اللي بتحتاج تدخل جراحي. لكن 95% ل 90%. أيوة. بيتعالجوا من غير ما يحتاج نلجأ لجراحة. صح، دي معلومة مفيدة جدا جدا. اللي بيعمل يعني أنا بقول اللغط لتلامذتي وحبايبي، اللي يلاقي نفسه بيعمل اكتر من كده او بيقترح على عيانين اكتر من كده عمليات، يبتدي يراجع نفسه يشوف ليه ممكن يكون مثلا يعني تبي يراجع نفسه. ايوه لا، يراجع نفسه كتير ويعني بدل يعني بدل ما احنا نراجعه. هي لها اسباب، يعني مثلا مثلا لو في منظومه زي التامين الصحي، العيان بيعدي على مراحل من الكشف، فالمراحل فبيعدي على ممارس عام وبعد كده اخصائي، فالاستشاري اللي بيجي له بيبقى نسبه العيانين محتاجين جراحه اكتر شويه، بس اكتر شويتين بس. بس المفروض اللي يبقى قاعد بيشوف عيان العظم اول مره ده 5% بالكتير 10% يحتاجوا يعملوا عمليه. طيب احنا حضرتك قبل ما نسيب العلاج التحفظي ده، في ناس بتنام باوضاع كده يعني يقول لك ايه انا ما بعرفش اودي ايدي فين وانا نايم، فيحطها تحت رقبته او يحطها عند رقبته او كده. خلينا نتكلم يعني نقول بس قبل ما نطلع الفاصل اوضاع النوم، هل دي برضو اعتقد ان دي من الاسباب اللي حضرتك ذكرتها اللي بتخلي في احساس بالتنميل او ما الى ذلك، صح؟ وبالتالي المخده يعني. طيب هو اوضاع النوم دي ممكن يبقى لها تاثير على 3 حاجات. على الم العنق، الرقبه. أيوة. على الم الكتف. ايوه. وممكن تعمل تنميل في الكف واليد. اوكي. في العموم الام الرقبة والكتف بيحتاجوا انه ننام واحنا معدولين. هنتكلم على الرقبة ثم الكتف ثم الرسخ الايد عشان التنميل. البني آدم هو نايم المفروض تبقى رقبته موازية لبقية عمود الفقري، الرقبه موازيه للعمود الفقري. أيوة. يعني ما تكونش لقدام او تكونش ملوحه لقدام. ايوه. او ملوحه يمين او ملوحه شمال. لورا طبعا صعب. ايوه طبعا. فاحنا عايزينها اقرب ما يكون لورا. عشان كده اي حاجه اسمها مخده طبيه هي عباره عن مخده فيها حته رفيعه وحته تخينه. الهدف من الحته الرفيعه ان انا لما انام على ظهري تبقى رقبتي معدوله. ايوه. لورا. لما اجي انام على كتفي احط حاجه تملى هذه الفجوه. تملى الفجوه. فاحتاج حاجه عريضه. اوكي. او مخده رفيعه واطبقها 2 لما انام على جنبي، او اخليها رفيعه وانا نايم على ظهري. ففي العموم احنا عايزين واحنا نايمين رقبتنا موازيه لبقيه عمودنا الفقري. كويس. سواء بمخده سنده ماليه المسافه دي، او لما انام على ظهري ما تبقاش مخده تخينه كافيه رقبتي لقدام. تمام. بالنسبه للكتف، يفضل الكتف المؤلم عدم النوم عليه. مع انه في الاول في بعض الناس بتستريح انها تنام على الكتف على الناحيه اللي بتوجع المؤلمه. النوم بيعمل نوع من الضغط، والضغط ده بيزود الاحساس بالمفصل ويدي بعض الراحه. لكن هو في العموم بيبقى مؤذي على المدى الطويل، ما بنفضلوش الواحد يكون كتفه تعبه ما ينامش عليه. ساعات لما يكون حد عنده حاجه في الكتفين وكلام زي كده نقول له تنام على حاجه غير مستويه، يعني ايه شيزلونج ليزي بوي، او حتى نقول له حط مخدتين كبار تحت المرتبه مش تحت رقبتك عشان ترفع سي شويه، عشان ما يبقاش التقليب على الجناب سهل، يبقى النوم على الظهر هو اللي سهل. تمام. فده بالنسبه للكتف. بالنسبه للايد احنا وعايزين واحنا نايمين تبقى ايدنا
لو فيها مشكله طبعا لو فيهاش مشكله تبقى ايد مفروده على قد ما نقدر. يعني ايه؟ طبعا هو الطبيعي الدراع كله مش لا ولا الكف 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 هو الطبيعي ان ايدنا تقدر تتني كده حوالي 80 درجه وتتني لورا كده حوالي 70 درجه. الثانيه دي والثانيه دي بتحط ستريتش على الاعصاب والاوتار. فكل ما ننام ايدنا الناحيه المفروده تبقى احسن، يا اما نحطها في كيس المخده زي ما قلنا، يا اما نلبس دعامه حاجه تسند لنا ايدنا لو فيها تنميل. ده في حاله ان احنا حاسين فيها بالتنميل. طيب.